الحمد لله رب العالمين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أحمد الله تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إنه يجب على المسلمين أن يدعوا التنازع والاختلاف الذي هو كيد الشيطان وسبيله إلى شرخ البنيان المرصوص ومما يبعد الخلاف والتنازع عدة أمور أجملها فيما يلي الأول الرد عند الاختلاف في أي أمر من الأمور إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الثاني أن يرد الأمر إلى ولاة الأمر والعلماء عند التنازع الذين ولاهم الله أمرنا وألا يستبد كل برأيه وإن كان مخالفا لهم قال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الثالث أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من المسائل وأن تسع صدورنا لاحتواء المخالف وأن نسعى جميعاً لتقوية ما اتفقنا عليه ولكن دون تنازل عن الثوابت والعقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة فإن الخلاف والتنازع في الفرعيات من عوامل الخلل في الأمة وعلامة من علامات انتهاء ذلك الجسد الواحد ومن علامة هد ذلك البنيان المرصوص أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن لا يمكن أعداءنا من ذلك ألا وصلوا على سيد المرسلين وإمام المتقين فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين وعن زوجاته الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم خرب بيوتهم وزلزل أقدامهم اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين انصر إخواننا المسلمين في كل مكان عليهم وعلى جميع أعداء الدين اللهم برحمتك فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين
وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم وفقهم جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سووا الصفوف، تناظروا، تراصوا، سدوا الخلل، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله I'll be summarizing to you what Shaykh Muhammad Ayyub, the former Imam of the prophetic masjid in Medina, al-Madina al-Munawwara, said in his khutbah or sermon today, and I will be summarizing because I understand that many of you are under the sun, and I'm so sorry. May Allah give you a great reward for what you have done and come to do today in abundance. The Shaykh started today by praising Allah subhanahu wa ta'ala who revealed the book upon his prophet Muhammad, so it will be a warner to the worlds. And he
testify that there is no deity worthy of worship except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him. He actually recited the ayah, and hold to the rope of Allah all together, and do not divide among yourselves, and remember the bounty of Allah upon you when you were enemies, and he joined your hearts out of his own mercy, and you became brothers, and you were on the verge of a ditch in hellfire, and he saved you from it. So that is how Allah clarifies his signs for you so that you may seek guidance. He also addressed the idea of the importance of joining hearts together around those who have authority among us and the scholars, and the importance of uniting our word and our rose, because that is the reason for us to come together, and we shall not divide among ourselves. We shall not be divided into groups and parties. Rather, we should be all one united ummah. And especially in the times of trials and tribulations, because Allah has guided us to follow this straight path of His and the law of the Sharia and the correct faith in Allah subhanahu wa ta'ala. This is based on the book of God Almighty, because it is the strong road and it is the straight path and the wise remembrance of Allah. The glorious Qur'an is indeed the clarifier of the truth, and whoever seeks any guidance in other than the book, meaning the book of Allah, will go astray. And he then comes to tell us the story of the two famous tribes in Medina at the time of the Prophet, Al-Aus and Al-Khazraj, two very famous tribes who had, before the coming of the Prophet, peace be upon him, so many wars during the time of ignorance, and they were staunch enemies, and they had some ill feelings towards each other. But then, after the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, they were all united under the banner of Islam as the Prophet came with his mission of mercy and tranquility. So they became loving brothers to each other, and they gave us great examples in this way. Allah the Almighty said in another verse, He is the one who supported you with His victory and with the believers, and He joined their hearts together. If you were to spend what is on earth altogether, you'll not be able to join their hearts together, but Allah joined their hearts, and Allah united them, for He is the dignified and the wise. And then he talked about some incidents during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, when there was a time when he did not give the Ansar, or supporters or helpers of the Prophet, peace be upon him, as he gave to their own brethren, the migrants or muhajirin who came from Mecca, and they felt something in their heart. They were not pleased with it. And he said, well, I am so confident of your faith, and I know the strength of that faith in your heart. I was giving those to join their heart, to soften their hearts for Islam. And look, you were very disunited among yourselves, and Allah united you with my coming. And if people would go with a goat, a sheep, or something else, and you would be going with the Prophet among you, if it were not for migration, I would be, because he was an immigrant, I would be one of the helpers and supporters from among the Ansar. And if people would go this way in a particular valley or path, I would take your own path. And Al-Ansar, the supporters, were so happy with what the Prophet, peace be upon him, said.
And this ayah was actually revealed in the Aus and the Khazraj, who were fighting amongst themselves, but then Allah united them with the coming of the Prophet. And he, the Shaykh, emphasized in his own khutbah today, the natural way among people to differ and to fight, which will in fact spread among them disunity. And he said, if that happens among the believers, then there should be a third group who will reconcile the differences so that there is no more division and disunity. Allah says in the glorious Quran, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. If there were two groups among the believers who fought each other, then you shall reconcile among them. For if one transgresses against the other, you fight the one who transgresses until they come back to the matter and rule of Allah. And if they do so, then reconcile among them with justice, for Allah loves those who do justice. And because of this, history has never known any wiser rule or just rule like that of the Islamic rule. And we shall not seek justice here and there, but rather seek it in Islam, for what is in Islam is so sufficient for us. And Allah always commands the believers to not to fight and not differ, because that will be a cause for their own failure, and they shall be patient. As he said, wasbiru fa inna allaha ma'as sabirin. Be patient, for Allah is with those who are patient. And he also reminds us of what he reminded the earlier prophets. He legislated for you of religion, what he advised Noah before you, and what he revealed to you, and what he advised with Abraham, Moses, and Jesus, peace be upon them all, to establish the religion, and do not divide in that religion, because Allah the Almighty wants unity and not division. And he said in another verse, وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. They did not divide, meaning some earlier followers, some earlier prophets, they did not divide among themselves, except after, when knowledge has been revealed out of transgression amongst themselves. And the same thing goes in the tradition of the Prophet, peace be upon him, who said that Allah loves for you three things and hates for you three things. He loves for you to worship him and not to associate partners with him, and to hold all together to the rope of Allah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.